تعاملت برشا زيدا كيف كيف مع فوزي بن جامرة، كتبت له أغاني كيما جوابتي تو بعد نسموها، برشا أغاني أخرين. تعترف أنه التعامل مع فوزي بن جامرة إضافة لمسيرتك؟ قبل ما ندخل في أنا وقت اللي نخدم مع محمد الروج فوزي بن جامرة لا شيء، نكرة. شنو لا شيء؟ نكرة، ماهوش موجود في الساحة، معروف به. عيط لي وليعلمك انه فوزي بن جامرة كان بنادري ورا محمد الروج. كيفاش؟ اه وي، ما فما تاريخ يلزم ما يعرفوش. شنو التاريخ؟ اول مرة هذيا نسمعوا به. اي نعم، اصله بنادري، اصله طبال راهو فوزي بن جامرة. كان يبندر ورا محمد الروج، واو العازفين وفرقة الروج تعرف يعني عازف كان. عازف. اه. ما نعرفوهاش، ما اي ما علاش، فما برشا تاريخ مغلوط. يسيبوا فيه العباد. لكن اليوم شكون تألق اكثر، محمد الروج ولا لا؟ خلينا من التألق اختي ميس، شوف خلينا نمشيو. حبيت تقزم شويه. لا والله، لا والله، مع احترامي لكل الفنانين اللي ظلموني واللي ما ظلمونيش، والله لا عندي معاهم حتى شيء. انا توا نحمد ربي ونشكره في مرتبه فرحان بها وفرح بجوي وبخدمتي. باهي واصل، قل لي شنو واصل. عي اسمع، سي فوزي بن جامرة يحب يسجل، يحب يغني. قال له مش كذا، جيبوه لي الطفل هذاك. مشيت تقابلت معاه، هما ولاد حومتي الكل، اما مانيش كبار عليا، مانيش محتك بهم، ماهمش من جيلي معناها. قعدنا، قال لي نحب نعمل كذا ونسجل وكذا. انا عندي علاقه بشركه سوكا وشركات وقتها بحكم خدمتي، نعرف المديرين بتاعهم. عملت له الالبوم تاع حوت ياكل حوت، الالبوم تاع حوت ياكل حوت وهو يسمع فيه سي محمد الروج وسي فوزي بن جامرة، راهو اصله بتاع محمد الروج مش بتاع فوزي. انا حولت له وجهته مشى لفوزي. علاش؟ لانه محمد الروج كبيده شويه. معناها قاعد نخدم صحيح، عطاني وتعلمت الموسيقى من محمد الروج، علمني هو الموسيقى وعلمني المقامات. شنو كبيد بمعنى؟ ما ناخذش فلوس، ما ناخذش حاجه، ما يخلصكش. دي حكايه فيره خلاص، بتاع يضحك على الاخر، وانا ما زلت نقرا تلميذ انت بالك. اي شجع فيك. اي انت تشجع فيا، ولكن انت يا خويا قاعد تعمل في حكايات كبيره وتصور في برشا فلوس. برشا معناه ما كانش يعطيك في حقك، حبيت تقول. ما نحبش نقول هالكلمه. اي هذا هو شنو يا اخي، هذا اللي قلته. انا نحترم محمد الروج لاني راهو هذاك معناها حاجه في مسيرتي. انا قلت لك علمني، تعلمت الصنعه من عنده. باهي واصل لي مع فوزي بن جامرة. حاولت وجهه الالبوم لفوزي بن جامرة. سجلناه هذا الالبوم تاع حوت ياكل حوت، اول البوم نتاعو. مشي على روحه. عاودنا الالبوم الثاني اللي هو اللي فيه جوابتي لا ذاك جاي من بعد. الالبوم الثاني والف عليا غضب وفرحي شكون يغني فيه وكذا. كالعاده ما فماش، معناها فما ديما فما محقرانيه وفما ما فما شيء، ما فماش فلوس. عاودت مع البوم شوفي لي يما بنت حلال، ومعايا وقت المرحوم سي عبد الرزاق لي الله يرحمه، وسي نبيل قارسي ربي يطول في عمره. خدمناه مع بعضنا الالبوم الفوزي، عمل نجاح ساحق رهيب. فهمت؟ تعاركت انا وفوزي خاطر ما خديت حتى فرنك، جيت تكلم فيه على مستحقاتي، عمل رياكسيون مش باهيه بالكل معايا، مش لازم نذكرها في التلفزه. لا اذكرها، شنو صار؟ رياكسيون مش باهيه، يعني رياكسيون. شنو انت قلت لفوزي بن جامرة اعطيني مستحقاتي الماديه؟ ما خذيتش. اي نحب هو فلوس. ما عطاكش. ما عطانيش فلوس. قال لك لا. شنو كانت الرياكسيون؟ اش قال لي؟ قال لي ما عنديش فلوس. توا واحد فوزي اللي ما يعرفوش راهو ديما على اعصابه. ينجم يكون وقتها ما عندوش يعطيك في وقت. ما عندوش. راجل يخدم في دار سليم شيبوب وفي دار درشكون وفي دار، تقول لي ما عندوش هكا تو. يا اخي انت مطلع على الكونت بانكير بتاعه، اعطيني رياكسيون. شنو هي اللي قلقتك؟ رياكسيون عملها ماهيش نتاع الشوارع، نتاع ناس ماهيش فنانين، مش لازم نذكرها. يعرفها هو. شنو ضربني بكرسي. ضربك؟ ضربني بكرسي. وفما ناس شاهده في حانوت وفي المرشي. فوزي بن جامرة ضربك بكرسي؟ اي قدام الناس الكل في الشارع؟ اي نعم.
وهاي الطفله اللي كانت تخدم عنده في الحانوت هاي مازالت حيه. هاي شاهد حاضر. معناها جوست انت خاطر طلبت حقك ضربك بكرسي. وقال لي وحاجه اخرى ابار حقي، قال لي وقتها عيط لي عبد الكريم بن زرتي. نحييه. باش نخدم انا وياه، قال لي اسمع تخدم مع واحد معناها حرم عليا حتى باش نكتب الناس اخرين. حب يستعبدني ويتملكني الراجل. فهمت؟ رفضت انا الشيء هذا، ما نكذبش عليك، مشيت مع عبد الكريم. حقرت ومشيت مع عبد الكريم. وفرح بيا وما خلى ما عمل معايا، نوجه له تحيه، فنان ممتاز جدا الراجل هذاك. معناها انت لليوم قعدت في قلبك فوزي بن قمره كيفاش ضربك الكرسي؟ هذوما هما الحاجات اللي قلت لك عمري ما ننساهم في مسيرتي. واليوم بعد حكيت وبعد مده اليوم يعرضك في الشارع تسلم عليه. لا عاد جاك الحديث عاد، جاك الحديث عاد. برا يا زمان ويجي يا زمان سي فوزي بن قمره وحل يلزم اغنيه سكسي. كلمني شركه فوني، مش هما الشركات هذوما تولى. قالت لي ترقد تقوم تخلق سكسي. قلت شكون باش يخلص؟ قالوا لي خلصك فوز. وتفاهمنا معاه واموره واضحه. علاش؟ سجل البوم سرقوه له الكل. وحل. نعمل جواباتي. تك هزيتها له. برافو عليها، خدموا عليها وخرجت ماكم ريتوا النتيجه والريزلتا هنا ساحقه. قال لي جاني للبرناس، وقت عمل بيرو في البرناس، تقول لي انت ما عندوش فلوس، باش عملوا البيرو هذاك؟ مشيت للبرناس باش ناخذ فليسات. نلقى بحذايا سي احمد عيديت. والوليد اللي لاهي له بال او شاهد. اش خلى لي يا اختي ميس؟ والله لا ننساها. كان قال لي ما نعطيكش خير 10,000 بو دينار. حطهم لي في عند الطفل. قال له شنو 10,000 فرنك؟ 10 دينارات بو دينار بياسات. حق غنايه؟ استهزال عمليه معناها. حق غنايه هذه؟ والله ما نعرف. فهمت؟ مشيت على روحي خليت له ال 10,000، مشيت على روحي. وانت بعد ما اذا كيما انت حكيت ضربك بكرسي ترجع تتعامل معاه؟ ما هو اسمع احنا الفنانين راهو تسمع بها عركه طباله. اليوم نتعارك انا وزميلي نتسامحوا هكاك الفنانين. انا اليوم اليوم معناها تسالوا فلوس انت؟ انا نسالوا برشا فلوس ونجاحات والكل وثروته والكل راهو عندي فيها باي. فوزي بن قمر بيان سور. اليوم يتفرج فيك شنو تقول له؟ شوف نحترمه كولد حومتي كبير اظل. ونقدره كولد حومتي كبير. ونقدر عائلته عائله محترمه ومن اعلى الطراز. خاطيهم هم. لا ما دخلناش في هذا، نحكي لك اللي صار مهنيا. انت قلت لي نسالوا فلوس. كي يسمعني اخوه نحكي عليه ما باش يتغشش خاطر باش سي نورمال. لا نحكيو مهنيا، ما عندناش دخل. مهنيا يا خويا انا فوزي بن قمر راني ما نسامحه الا ما يمد لي مستحقاتي. ماكش مسامح؟ لا خويا ما نسامحش على خاطر صور برشا فلوس خدمتي والنجاح والمركز اللي هو فيه توا والمرتبه اللي فيها هو توا غراسيا موا بعد اذن بعد ربي سبحانه وتعالى. معناه اليوم نجاحات فوزي بن قمره ايه؟ الكل عن طريقك انت، وانت عندك الفضل على مش الكل. انا قلت لك فما شعراء ماتوا ما همش خالصين. فما ما يخليني النجاح نحكيو عنه نتكلم على روحي وكهو تحكي عن نجاح هذا يا رايك بالطبيعه هو عنده حق الرد وينجم يجاوبك ليه هو توجه له في هذا ما يردش حق. ما يردش يحقر ما يردش ما يحبش يستعرف. اجي اقول له يا خويا باهي هاك تحب مني فلوس تو ما عادش نحكي عليك. اخي انا تو جيت شديت فيك ومت واضح. اخي كيك واضح باهي.